كنا بدأنا بموقع تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للقاح كورونا اللي كان هيبدأ الساعة 12 بالظبط. بالفعل من دقيقة واحدة بدأ الموقع الإلكتروني، يستطيع الآن المواطنين المصريين فوق سن 60 سنة ومن سن 40 سنة مع الحالات المزمنة إن هم يسجلوا أسمائهم. آدي الموقع في أول دقيقة لعمله، يعمل منذ دقيقة واحدة فقط أمام حضراتكم هذا الموقع. 60 سنة يقدر يسجل أمراض مزمنة من سن 40 سنة، أدي قدام حضراتكم، أدي المنظومة، التسجيل لطلب لقاح باللون الأخضر. لو مقدم طبعا لسه ده لسه في أول دقيقة، لو مقدم من بكرة مثلا، لو مقدم عايز تتابع حالة الطلب بتدوس على الخانة اللي تحتها. معايا على التليفون دكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية. دكتور محمد مساء الخير، وأول دقيقة في الموقع، أرجوك قول لي دلوقتي الأمور هتمشي إزاي. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. الكرام. طبعا يا فندم زي ما وجهت معالي وزيره الصحه والسكان الاستاذ الدكتور هلا زايد، احنا فعلا الساعه 12 اهو بالظبط بدا الموقع الالكتروني اللي اطلقته وزاره الصحه في تسجيل في تلقي رغبات الساده المواطنين. ان شاء الله يا فندم اي حد من الفئات المستهدفه زي حضرتك ما تفضلت وقلت فوق ال 60 سنه من كبار السن، ومن اول 40 سنه اصحاب الامراض المزمنه، امراض القلب والسكر والضغط والفشل الكلوي، ان شاء الله اول ما بيسجل السيد المواطن كويس البيانات بتاعته ويرفع التقارير بتاعته، حضرتك ان شاء الله هو في الاخر بياخد رقم للمتابعه من خلاله، يقدر بمنتهى البساطه ان هو يستفسر عن سير الطلب. الخانه اللي تحتها اللي هي خانه متابعه الطلب. بالظبط. تسجيل الطلب ثم متابعة الطلب. بالظبط يا فندم. بالرقم اللي هو هيظهر له بعد ما بيسجل بياناته. بالظبط يا فندم. أنا بشكر سيادتك وإن شاء الله تكون خطوة موفقة ويقدر أكبر قدر بإذن الله من المواطنين من كبار السن ومن أصحاب الأمراض المزمنة من سن 40 سنة إن هم يسجلوا، والموقع إن شاء الله يكون وسيلة ناجحة. بشكر سيادتك. شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفتاح، شكرا لحضرتك، والموقع تاني أمام حضراتكم، ويقدر أي حد من حضراتكم دلوقتي بيتابعنا من سن 60 سنة أو 40 سنة وعنده أمراض مزمنة يدخل ويسجل بياناته ويحمل شهادة أو اتنين أو تحليل أو اتنين أو حتى ثلاثة لهذا الطلب.